دون إطالة مشاهدينا، أكيد هذا الموضوع أثار فضولكم. إذا تشاهدون مشاهدينا وصول السيارات الأولى، السيارات العتيقة والجميلة إلى مقر الشروق النيوز اللحظة. إذا مشاهدينا دون إطالة، خلوني نروح نستضيف الضيوف تاعنا في هذا المعرض الصغير اللي جبناه لكم اليوم أمام مقر الشروق الإخبارية في حظيرة الشروق، اللي تستضيف اليوم سيارات من الزمن الجميل. إذا كما راكم تشوفوا في الصور، حظيرة قناة الشروق تتزين اليوم بهذا المعرض، معرض سيارات حقيقية تأتينا من الزمن الجميل لتروي لنا اليوم قصص جميلة. أترككم تستمتعون مشاهدينا بهذه الصور الجميلة. أنا نخليكم نروح أستضيف ضيوفنا في الحظيرة. ضيوفنا جاونا من مختلف مناطق الجزائر باش يشاركوا في البرنامج. يلا مشاهدينا، دعوني استقبل بضيوفنا اليوم لزينونا حظيرة قناة الشروق الإخبارية بمجموعة من السيارات العتيقة والعربات العتيقة التي تأخذنا اليوم مشاهدينا في رحلة في الزمن. ناخذ كبسولة الزمن اليوم مشاهدينا، تأخذنا إلى الزمن الجميل. إذا دون إطالة مشاهدينا، دعوني استمتع وإياكم بهذه التحفة. إذا سي كمال صباحك سعيد، معليش نطلع معاك برك. يلا خلوني انا ايضا، ما عرفتش نحلها، يعني تتحل بطريقه يعني ما اعتدتهاش. يلا والله متعه. صباحك سعيد سي كمال، مرحبا بك معنا. الحمد لله. السلام عليكم سي كمال. جيتنا اليوم من ولاية الجزائر ولا من دول أخرى؟ جيتونا من دلس وأيضا من ولاية الجزائر، وعندنا بوليدة، وعندنا احنا من ولاية الجزائر. يلا سي كمال خلينا نطفيو المحرك باش يكون الصوت أوضح، وعرفنا بهاد السيارة الجميلة اللي جبتها لنا اليوم. هذه السيارة أمريكية، وهي نوت الاسم تاعها اوتوموبيل. اوتوموبيل هي السيارة الوحيدة في الجزائر. هي السيارة الوحيدة، ما كاش هذا الاسم. كيفاش تخدموا هاد السيارة سي كمال؟ 1937 في 1900
37. هذه السيارة وقتاش جات للجزائر؟ دخلت هذه في وقت المستعمر الفرنسي. وانت شحال هي هاد السيارة وهي عندك؟ عندها مدة من بعد يعني استقلال. اذا هذه ورثتها على الاولياء تاعك ولا انت شريتها؟ لا هذه احنا ما ورثناها، احنا هذه شريناها بعد ما دخلنا في هذا دانا جمعية ولينا حوسوا على السيارات هذو. احنا الجمعية تاعنا الهدف تاعها الواحد وهو جمع وحماية، نجمعوا هذه السيارات ونحميوهم ان شاء الله. اذا شفناك شاركت في الكثير من الاحتفاليات في مختلف الاحتفالات الوطنيه، شفناها هذه السياره، الاكيد انها عندها تاريخ جميل. احكي لي كيفاش يعني تقوم بالصيانه تاعها، خاصه انها ربما المستلزمات تاعها صعيب باش تصيبهم. احنا هذا الشيء هذا يعني فيه تحدي كبير، يعني ماشي اجا على المشكل تاعنا هو باش تقدر توجد سياره باش تجوز فيها في الاحتفال، عندها الكواليس تاعها شوفوهم يعني حاجه كبيره بزاف. انسان باش ينقي السياره هذه باش يوجدها فيها تكاليف، عجل سياره قديمه هي تطلب كل شيء يتجدد فيها، كل شيء تعاود فيزا تعاود تنقى فيها. وعندنا مشكل تاع قطع الغيار ناقصه، يعني ناقصه بزاف، ماشي وباش نجيبها من هي تكلف لك يعني مبالغ ماليه كبيره. يعني تكسروا راسكم بزاف. احنا باش درنا جمعيه، احنا الجمعيه تاعنا 2012 الجمعيه الثقافيه للعربات العتيقه لولايه الجزائر. وعندنا مشكل واحد اخر، يعني كاين بعض السيارات من نوع كيما هذه، بعض السيارات ما عندهمش وثائق، خلاهم المستعمر الفرنسي وراح، من بعد بقاو بدون وثائق. صافي بقاو تاع ليزاني، وضعيه غير قانونيه. ليزاني 30 ليزاني 20، الناس بزاف عندهم سيارات بدون وثائق، وحنا نطلبوا باش كيما البلدان الاوروبيه ولا بلدان اخرى، كاين يديروا لهم لو كاتيغيز دو كوليكسيون. يعني انسان عنده سياره عنده 30 سنه وهي عنده في الدار، صافي هاي ملكه. وما يقدرش يستعملها ولا يخرج بها، يدير له كاتيغيز تاع الكوليكسيون. يمشي بها في الفيشطات في الويكاند، يمشي بها يخرج بها في التظاهرات هكذا ولا امور، يعني يصبح بها القانون يعني. صحيح. خلينا نهضروا على ربما النقطة الأهم اللي تهم المشاهدين، هي المحرك. مازال ها الطوموبيل على ديدانها سي كامل؟ كلش أصلي، هذه 100% أصلية، ما فيها حتى حاجة مغيرة فيها. كي تخرج بها تسوق بها ألاز؟ اي اليز. احنا الزيت على الباطن نتمنوا نجيبوها طبيعيه، ماشي هذا الزيت اللي تبيعوا دوكا، كاين زيت طبيعيه 100%. شحال لافيتاس تاعها هذه؟ تمشي احنا هذو البكري عندهم قوه، ماشي لافيتاس، هذو عندهم قوه، المحرك تاعهم 6 اسطوانات، عندهم القوه يعني في القوه ماشي في لافيتاس. عندهم البواط فيتاس تاعهم تجي ثقيله كاريير، مي القوه عندهم ما شاء الله يعني. الأكيد أنه هاد السيارة عزيزة عليك بزاف وما تخرجهاش في كل المناسبات، تتنقل بها في حياتك اليومية. لا احنا من المعزة تاعها ما تخرجهاش تنقل بها يوميا، هذه تخرجها غير في المناسبات. مناسبات يعني اللي للإنسان في أعياد وطنية ولا هكذا. احنا كل ما يكون أعياد بيمي نوفم ولا 5 جويي هذا الشيء دائما حاضر، ولات دائما حاضرة في هذه التظاهرات هذو. خليني قبل ما نروح نشوف الموديل اللي راهو يسنى اليوم، جيت ما جيتش وحدك، جبت لنا أصحابك هما ثاني مهتمين بجمع وصيانة هذه السيارات اللي تأتينا اليوم من زمن الجميل. كيفاش يعني جمعتوا في هذه الجمعية؟ كيفاش رحتوا وجبتوا الأشخاص اللي أيضا مهتمين مين بهذا الهوايه؟ احنا الجمعيه تاعنا راهي مفتوحه كل انسان عنده سياره عتيقه، ماشي سياره قديمه، يعني يجيب لي سياره يعني 205 ولا قديمه يقول لك ندخل معكم ولا حاجه. احنا سياره عتيقه، كل واحد راه عنده يدخل الجمعيه تاعنا بكل شرف يعني. هم هذه هي. يعطيك الصحه، شكرا جزيل الشكر. جبت لنا معك صحابك اليوم، السي راهو معنا سليمان جان بيرتوتا، وعندي مول ميلكيلو من بوليدا، وعندي زكريا يحيى وزكريا من مشراقه.
يلا هنروح مشاهدينا نتعرف على السيارة اللي جابها لنا عمي سليمان اليوم، هو الآخر باش نتعرفوا عليها. أيضا سيارة عتيقة أخرى راهي حاضرة معنا في هذا المعرض المصغر اللي قمنا به في حظيرة الشروق الإخبارية. إذا خلونا مشاهدينا نشوفوا تفاصيل هذه العربة الجميلة اللي راهي في حالة جيدة. يعني ما رانيش خبيرة في المجال، لكن نقدر نقول لكم مش راني نشوف، وراني نشوف سيارة أنيقة جدا، وحتى البوابة تاعها عندها خاصية. اسمح لي فقط المصور باش نفتحها، يلا هذه أسهل. صباحك سعيد سيدي، أهلا بك. إذا خلوني عندي فرصة من ذهب اليوم أنني نطلع في هذه السيارات اللي جبتهم الناس. صباح الخير، مرحبا بك معنا سي سليمان. الله يسلمك سعيد. اذا انت صاحب هذا السياره، وشنو هو النوع تاع هذه السياره؟ هذه سي تراكسيون سيتروين. دونك لا ايتي برودوي لا بروميير فوا 1934. وين؟ ان فرانس. دونك ا جافيل لا باري. دونك سي لا بروميير فواتور كي ا ايتي ايكيبي دو كاردون، سيتادير اون تراكسيون افون، دو لو نون لا بروميير فواتور ا تراكسيون افون. Parce que les voitures avant, elles avaient un pan arrière. Donc le tirage se fait par l'arrière. Et c'est la première qui a un tirage par l'avant. D'où le nom traction avant, Citroën. فقط سيد سليمان أثير انتباه المصور اللي راهو معنا اليوم ويرسلنا في صور، باش يدخل شوية، معليش نحلوا الباب باش يقدر يشوف، لأن السيارة في حالة جيدة. باش نوقفوا فقط عند تفاصيل، أكيد أنه صيانة هذه السيارة تتطلب الكثير والكثير. الكثير اكزاكتومون. لا فواتور يسمى بور لا ريستوري فو بوكو دو طون، لازم لها تكرس لها وقت بزاف. إيه وقت بزاف، و استادير خدمه لازم تكون ثاني ماشي دير برك بشويه باش دير لا كوم لا سيلغي كوم لا طول وزيد لا بيس تاعها، لازم لها لي بيس دوريجين، ماشي دير لها نيمبورت كوا. لا بيس لازم كلش فيها دوريجين، ميم لو موتور فيها دوريجين. يعني ماشي معودة بزاف، لكن كيفاش قدرت تحافظ على الحالة تاعها في هذه الوضعية الجيدة؟ يعني راه هي في حالة جيدة. هذه كاع الخدمة ماشي ما كانتش هكذا، يسمى احنا اللي نخدموهم هكذايا ونستحفظوا عليهم. أنت يا هاد السيارة شريتها وردتها من الآباء تاعك؟ أنا شريتها وخدمتها. وقتها شريتها؟ شريتها 2009. 2009 شحال كلفتك انا ذاك؟ دراهمها. دراهمها كي شريتها انا ب 60 مليون. بصح ما كانش تمشي. ومن بعد مصروف، باسكو لا بياس تاعها هذه كاع جبتها من الخارج، هنا ما كاش لا بياس. ولا بياس باش تجيبها من الخارج ثاني واعره، باسكو ما تقدرش تجيب كلش، باسكو في لا دوان ما يخليوش تجوز. وحنا نجيبوا هاد لا بياس لينا ماشي باش نبيعوها. نورمالمون يساعدونا ماشي نجيبوها باطل. يخليونا نجوزوها برك باش نستعملوها ونخدموا هاد الطوموبيلات اللي نستعملوهم في صحيح. وانتم راكم تحافظوا من جهتكم على موروث اكيد. قبل ما نخليك مع السياره تاعك، يخليني نسقسيك كذا ما كانش السؤال تاعي محرج نوعا ما، شحال التكلفه تاعها اليوم بعد ما قمت بالصيانه تاعها وبعد ما راك تقوم عليها دائما؟ استاذ شحال شريتها والان شحال القيمه تاعها؟ القيمة يعني القيمة العاطفية، هذيك حاجة واحدة أخرى أكيد. لا العاطفية ما عندهاش قيمة، بصح يعني القيمة تاعها عطاو لي السومة فيها، عطاو لي بصح ما حبيتش نبيعها. ما تقدرش، مستحيل. لا السومة كبيرة وما ما نقدرش نبيعها. ماذا بك ربما تخليها كنز للعائلة تاعك؟ ماذا بيا، عندي طفلة واحدة نخليها لها ليها. أجمل هدية وأجمل موروث، يعطيك صحة سليمان. أنا نخلي فازيل مع تفاصيل هذه السيارة الجميلة ونروح لسيارة أخرى باش نعرفكم بها. يلا
سيارة أخرى هي عبارة عن تحفة في حالة جيدة، الأكيد أنه أصحابها قايمين عليها بعناية كاملة ويقدموا لها اهتمام كبير. هي سيارة معروفة على ما أظن إذا ما خانتنيش الذاكرة، هي رونو كات شوفو، حاضرة معنا اليوم في حظيرة الشروق النيوز على غير العادة. إذا صباحك سعيد، صحح لي فقط المعلومة، هذه رونو كاتشوفو. نعم هذه رونو كاتشوفو. إذا عرفنا بهذا السيارة. هذه السيارة تاع أبي. تمام. ملي كنت صغير وأنا نشوفها بلي عندنا هذه السيارة، ومن بعد أنا عاودت جددتها، عاود حكمتها، جد ريكيبيريتها عندي على 20 سنة، عاود ريكيبيريتها وريكيبيريت شوية رابيز ونظفتها. إذا سي حياوي هذه ورثها على الأب تاعك؟ نعم تاعي، مازال حي، مازال في الله يجيب له شفاء، راه مريض وعيان شوية. ربي شافيه إن شاء الله، ربي شافيه. إذا عاودت أنت ورثها على الأب تاعك، كيفاش كانت الحالة تاعها؟ كانت حالة جيدة على كل حال، كان يمشي بها هو، وهي لاكارت كريس تاعها رقم السابق مازال فيها في الماتريكيل، هاوك رقم السابق. كان يمشي فيها ايام الاستعمار الفرنسي؟ ايوا شراها في ايام الاستعمار، بريمير ما عندنا، هايك هاو الرقم السابق 120 ا الجزائر، الرقم تاع الكارت غريز، والكارت غريز فيها التمبر تاع 3 دينار اليبوك. اذا كما رانا نشوفوا هذه الوثيقه اللي جابها لنا اليوم صاحب السياره سيد يحيوي، اذا فقط فازيل، وكان تعطيني تفاصيل صغيره من داخل السياره. كما رانا نشوفوا هذه الباراسول، يعني ما راناش نشوفوه كما تاع السيارات الجديده، يعني هذا يعني كلي نظارات يعني صغيره تقي من اشعه الشمس. يعني بوك كان شغل ان اكسسوار، اكسسوار ديبوك، هذا البارسولي جاي هكذا ترونسبارونس ولا اكسسوار. نهضروا ايضا على القطع، راني نشوف قطع ماشي قديمه، يعني راهي جديده. انا عاودتهم، هذا كيما نقولوا هذا سيتي انديكاتور دو فيتاس، باغ اكزومبل تمشي 90 سالور تابوي هنايا تبدا تعيط، تبدا تسينيالي. هذا باغ اكزومبل جورنالي تاع الكيلومتراج كي دير بيدونج باش تعرف شحالك ماشي، تعاود دير هذوما ازيرو. نشوفوا ايضا جهاز الراديو فيه البلوتوث سي حياوي؟ لا لا ما فيهش بلوتوث، ما فيهش. اذا جهاز الراديو، نشوف حتى الكيدون راهو في حاله جيده. الكيدون سي ان اكسسوار تاع كاتشوفو كابريولي، سي ان اكسسوار دين كاتشوفو كيما هذه كابريولي تاع كابريولي تاعها دوريجين. منين تجيب هاد الاكسسوارات؟ منين تشريهم؟ كاين الاكسسوار اللي عندو بريس 30 سنه ملي شريناهم، وكاين دي فوا نشرو دوزان فرنسا، انا نعانيو شويه من ناحيه لابياس، نعانيو شويه. التكلفه تاعهم الاكيد باهظه جدا. لا التكلفه باهظه جدا صح. غالية لا بيس تاعها، خاصة أنا نشوفوا السيارة من الداخل في حالة جيدة، صغيرة نوعا ما، هذه الخاصية تاع رونو كاتشوفو، هذه هكذا صغيرة لداخل تاع رونو كاتشوفو. كانت من بين أولى السيارات السياحية اللي خدمتهم شركة رونو آنذاك. نو كانت عندهم لا فيفا 4، كانت عندهم لا فيفا 4، كانت عندهم لا جيفا 4 اون 1934 اون 4 بورت. ابري خرجوا كاتشوفو في بليزاني 46، خرجوا داروا الشيما تاع كاتشوفو 46، ميزون سيركيلاسيون 1948 لا كاتشوفو. وشنو هي الميزه تاعها؟ ربما سياره سياحيه، خليني نقول لك سيتادان، ربما تتنقل بها بسهوله في المدن. نمشي بها نورمال، طري نورمال، نروح بها الوهران، رحت بها الجيجي، رحت بها الشليف، طري نورمال. بابا حنا داير بابا ملي شفنا حنا دينا البجايه جيجي نكومبيو بها، نروحوا للحمام ريغه، حمام الوان بوهار بوسمعني، دينا البحر تيبازا شرشال، ملي شفنا نورمال ما عندنا حتى اشكال في الطريق. تمشي اذا مازالها قويه؟ مازال تمشي، نمشي مع جديد دوكا كاع، نمشي مع جديد، ما تسخون، ما نورمال، طري نورمال. يعني هذه ربما الميزه تاع السيارات القديمه اذا ما قارناها بالسيارات الحديثه. نعم تكون قويه نوعا ما. نو اني با رابيد، مي تمشي، اون فوا تمشي الطونوبيل تمشي مع جديد نورمال، نمشي 70-80 سالور في الطريق، طري نورمال. والقيمه الماليه تاعها اليوم اذا ما يحرجكش سؤال؟
القيمه دوك القيمه دوك لازم لي يعرف لها السياره هذه لازم لي يعرف لها ولكن حتى لو كان يعطولك فيها مبالغ كبيره ما تقدرش تستغنى عليها. هذه هذه سيتي نيس هذه عندنا استوار هذه تسمى هذه السيارات هذه كما نقولوا حنا دوك هذيك الي مبر دو لا فامي تسمى راهي تاع فاميليا تاعنا كاع الدائره حنا في الحومه كي تقول لا فامي حيوي يعرفوا بلي عندنا كاتشوف تسمى يعرفوها كاع في الحومه ربما الصندوق الاسود تاع كل ذكريات العائله اي كاع يعرفوها العائله تسمى حنا ديجا راني قلت لك في حومتنا في البيار ولا يدخلوا لافامي حيوي يعرفوا بلي عندنا كاتشوف. يعطيك الصحه سي حيوي على قبول الدعم اليوم مشكور حنا نتمنوا لك كل التوفيق. يعطيك الصحه. نروح انايا ندي المشاهدين معنا الى السياره الرابعه اللي راهي حاضره في حظيره الشروق اليوم الاكيد سيارات جميله اذا شاحنه صغيره مشاهدينا ايضا جاتنا اليوم للحظيره ربما سياره اسعاف على ما اظن نخليك ترصد لنا التفاصيل فازيل من بعد نطلع في السياره يلا نروح حتى انا اقوم بدوره صغيره استكشافيه لهذه السياره اللي جاتنا اليوم للمشاركة في هذا المعرض المصغر اللي قمنا به في حظيرة قناة الشروق نيوز واللي هو أثار فضول التقنيين والصحفيين. صباحك سعيد سيدي. يلا سي بشير حبيت هذه المرة لو كانت تحبط يعني عكس الضيوف الأخرين اللي رحبنا فيهم داخل السيارات فازيل فقط لو كان تدخلنا لداخل الشاحنة باش نشوفوها من الداخل أيضا لأننا رصدنا للمشاهد كل التفاصيل الخارجية للسيارة إذا السيارة أيضا أو الشاحنة في حالة جيدة أيضا جميلة جدا إذا تفاصيل البوابة أيضا. صباحك سعيد سي بشير كيف الحال؟ مرحبا بك معنا في قناة الشروق الإخبارية. اليوم جيت ما جيت وحدك جبت لنا شاحنه. الله يسلمك الله يسلمك صباح الخير لكم. فقط روحني من هذه الجهه باش هكذا الناس يقدروا يشوفوا الشاحنه اللي جبتها لنا اليوم. اذا واسمها هذه الشاحنه وشنو هو النوع تاعها؟ هذا يا ستان فورغون رونو رونو 1000 كيلو موتور اسانس موتوريزاسيون موتور اسانس لا بوات فيتيس 4 رابور 64 شوفو. هذا كان فورغون فورغون امبيلونس على ليبوك كان عند لارمي ميليتير كان عند لا بوليس يعني كان موجه للاستخدام العسكري ربما بعد الحرب العالميه الثانيه على ما اظن يعني كانت هناك سيارات رونو سياحيه من بعد توجهوا الى هذا النوع من الشاحنات. فورغون كوميرسيال كوميرسيال هذا في كاين اللي فيه فورغون وكاين اللي فيه 1400 جيباشي ماريجي يسميه هذاك الوقت وكاين 2.5 يجي فيه 4 روز اللورا هذا بون ليجي. ايضا قل لنا تفاصيل انت وقتاش شريت هاد الشاحنه اللي راهي حاضره معنا اليوم في حظيره الشروق الاخباريه. هذه شريتها هذه حرقه تاع باب الله يرحمه ربي يرحمه يوسف الله يسلمك باش شرينا هذا الفورغون هذا. كيفاش حكي لنا على هذه القصه احنا حابين نعرفوها. انا جدي الله يرحمه هو اللي كان كاسبه وانا ما لحقتش عليه وبابا شاك فوا يحكي لي عليه واللي كان عندنا وانا تعلمت نسوق فيه وانا كذا ومن بعدك ديسيديت انا وبابا شرينا واحد وبدينا نخدموا فيه بشويه. بديتوا بالصيانه اذا هذا هذا التحفه الجميله ربما قصه حب بينك وبين الاب تاعك. انا بابا الله يرحمه كي كان يجي يحكي لي عليه يبدا يبكي يتفكر الاستوار تاعو كبر معاه بابا الله يرحمه. سي بور سا اللي عاودت انت شريته معاه عاودت حكينا على كيفاش بدات الصيانه تاعو وين تصيبوا ربما الماده الاوليه ربما الطلاء تاعو ايضا خاص نوعا ما. بون انا هذا كي جبتو دون زان ليطا موين وعاودتو عاودتو كامل الشاسي تاعو ديمونتيتو ديمونتيتو بيس بار بيس وانا خدمتو الموتور تاعو لابواط فيتيس البون لا سيسبونسيون
كلش خدمتها له انايا، قعد لي غير طولي برك اللي هو ديته له كمل خدمه. من برا. لكن الان قطع الغيار عندك اشكال باش تصيبها متوفره في الجزائر؟ ان غون بروبليم باش نلقطوا له لابيس تاعو، ماشي حاجه سهله. حنا كنا شفناه في الاحتفاليات بالذكرى 68 لذكرى نوفمبر، كنا شفناه ديفيلا. اذا هل تتنقل به في حياتك اليوميه ولا تخليه لهذه المناسبات؟ لا 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 لا، هذا مخليه ليا. وهكا كي ديبلاسي به حبسوني، حبسوني بطوموبيلات جدد، يقول لي اسكو تبيع لي تبدل، يقولوا لا لا. هذا يا مخلي، هذا ينحسوه واحد من الفاميليا. لا فامي كاع كي يجيو يجي يشوفو يجي يقلبو يجي. انت كي تنوض صباح بالك الحاجه الاولى اللي تواسيها تروح تطلع عليه. شاركنا هذا النقطه. والله غير هكاك عندي كنطل من الطاقه تاع الباركون نشوفو عندي هذا يوم عندي واحد اخو 1400. معليش في قادم الاعداد اللي ما تجيب لنا ال 1400 ولا حنا نجو عندك ونكتشفوا ال 1400. اذا خليني نشكرك، شكرا جزيل الشكر لقبول الدعوه اليوم. منين جيتنا انت اليوم؟ بليده. تحيه حاره لناس البليده، شكرا جزيل الشكر لقبول هذه الدعوه. اذا الجمعيه الثقافيه للعربات العتيقه، شكرا جزيل الشكر للجمعيه، نتمنى لها كل التوفيق، خاصة أنها تقوم مشاهدينا بمهمة هي الحفاظ على هذا الموروث. ما ننسوش أنه المستعمر الفرنسي كان دخل هذه السيارات وهي تعتبر كغنيمة حرب، استفدنا منها واسترجعناها. إذا كل التوفيق لهم مشاهدينا. أنا أترككم مع هذه الصور الجميلة مع تفاصيل هذه التحف، وألقاكم مباشرة في الاستوديو. يلا